دي وانا فاهم. اهلا وسهلا بكم الناس كل، تحيه لكل ما التحق بينا في المتابعه الان، مكملين معاكم في ويكاند على الكيف حتى لل11. كما قلنا لكم باش نفتح النافذه نتاعنا الان لتغطيه اخر المستجدات في قطاع غزه، نحكيوا على القصف المتواصل على غزه، استشهاد عدد هام من الصحفيين من الإطار الطبي. شفنا البارح مراسم دفن الشهيد الصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، شفنا إصابة الصحفي وائل الدحدوح، باش نحكيو أكثر زادة في وضعية الغزاويين على أرض الميدان، أهلي غزة كيفاش عايشين كيفاش عاملين بعد التدمير الشامل والكامل لمساكنهم لديارهم، وباش نحكيو على النيران الصديقة اللي أودت بحياة ثلاثة أسرى. معنا مباشرة زميلنا الصحفي بقناة الجزيرة عمر العابد. صباح خير ونهارك زين عمر. أهلا وسهلا أختي عفيف، رحب بيك ورحب بجمهور الكريم عبر الإذاعة الجزيرة. مرحبا بك عمر، أول حاجة ساعة كل التعازي ليك ولكامل فريق قناة الجزيرة في وفاة أخرى للصحفي سامر أبو دقة. بارك الله فيك وعظم الله أجركم، وشكرا جزيلا ورحمة الله على الصحفي سامر أبو دقة. الله يرحمه. فقط لو كان تقوي لي صوتك شوية عمر باش نسمعك بأكثر وضوح. هيت نبدأ من هنا، نبدأ كيفاش كانت البارح، شفنا مشاهد الحقيقة مؤلمة جدا، مراسم الدفن كيفاش عاشوها أهالي غزة، وقناة الجزيرة كيفاش عاشتوها؟ والله بطبيعة الحال عشنا بكل حزن وألم بطبيعة، يعني تكون على تواصل مع زميلك وفجأة يجيك خبر استشهاده، وهذا بطبيعة الحال عشناه أيضا سابقا مع العديد من الزملاء الذين استشهدوا، ومن بينهم الشهيدة شيرين أبو عاقل اللي استشهدت أيضا عندما كانت تغطي الأحداث يعني سابقا. فدائما الخبر عندما يتقبله الصحفي وخاصة الزميل أو الصديق لهذا الصحفي يتقبله بكل تأثر وحزن وألم. بطبيعة خيمت موجة من الحزن حقيقة علينا، وندعو الله يتقبله من الشهداء. آمين يا رب. أمين. عمر، شنو وضعية الصحفي في غزة بصفة خاصة وفي فلسطين بصفة عامة اليوم، وإحنا كل يوم زيدوا نتأكدوا أنه الصحفي مستهدف، يعني اللي استشهدوا واللي تجرحوا من الصحفيين ما كانتش من باب الصدفة، ولكن هو استهداف من دولة الاحتلال. طبعا دائما دولة الاحتلال تريد أن تستهدف الصحفيين لإسكات صوت الحق وصوت الحقيقة، وذلك ظنا منها. بطبيعة الحال دولة الاحتلال تفكيرها محدود جدا، تريد أن تسكت صاحب المصباح وصاحب عدسة الكاميرا، تريد أن تسكت كل من ينقل جرائم الاحتلال البشعة في حق إخواتنا في فلسطين، تريد أن تسكت كل من يصور تلك اللقطات المؤلمة لأم تودع ابنها، لأم تبكي أو يعني تكون حزينة على ابنها، لكل أب هدم بيته أو ودع ابنه، ظنا منها أنها ستقضي على صوت الحق، ولكنها تتفاجأ دائما بأن هناك العديد من الأصوات التي لن تختفي. مواطنين عديد اليوم أصبحوا يصورون هذه الأحداث وينقلونها. نعم. أصبحنا مواطن نرى الصحفي اليوم الصحفي. نعم عمر، سمعنا وأنه عدد الشهداء المدنيين بلغ الرقم الأخير اللي أصدر هو 19,088 ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، هذا عدد خطير برشا الحقيقة. كيفاش نجم توصف وضعية المدنيين اليوم كيفاش عايشين أهالي غزة؟ شفنا دمار شامل في قطاع غزة، الناس كيفاش عايشة، كيفاش ساكنة، كيفاش تاكل، كيفاش تلقى في مرافق صحية؟ أعطيني فكرة الصورة غديكة كيفاش. أول حاجة باش نقسمها إلى قسمين، القسم الأول هو معاناة الأهالي بصفة عامة، بغض النظر على معاناة الأطفال اللي نعرفوهن في كل أن حرموا من الدراسة، ومنهم العديد من استشهد والعديد اللي يعيشوا في الجوع والعطش وعدم توفر مياه صالحة للشراب، ولكن نبدأ بمعاناة الأهالي بصفة عامة، وهي يعني الاحتلال في الآونة الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة يقوم
بتجريف خيام النازحين في ساحات المستشفيات شمال القطاع خاصة بمن فيها الجرحى والنازحين، مما يتسبب في دفنهم أحياء. اليوم نشوف دولة الاحتلال تجرف الخيمات المجاورة للمستشفيات اللي يختبئوا فيها بطبيعة النازحين. الجيش الصهيوني يطلق نيرانه على غرف المرضى في المستشفى خاصة في مدينة غزة، يعني تحديدا في الشمال، وكذلك يعتقل الطواقم الطبية. وأمس تم تهديد الكوادر الطبية، أي حد يقدم أي تصريح بأي وسيلة إعلامية يتم اعتقاله ويتم استهدافه من قبلهم. سيارات الإسعاف لا تتمكن من الوصول إلى جرحى بسبب اشتداد القصف المدفعي العنيف خاصة على المدارس التي يختبئ بها النازحون. الأمطار أيضا، نحن اليوم قاعدين نشوفه في أمطار غزيرة تكتف مدينة غزة، وهذا مما يفاقم في أزمة أهالي غزة. عنا بعض الصور فقط حتى نقول للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا في الراديو نجموا يشوفونا عشان يوتيوب ديوانا فيم لايف، عنا بعض الصور من عين المكان قاعدين نشوفه في وسائل تقليدية لبعض من التدفئة. زيدا تفضل عمر واصل. الأمطار قلت لك أختي عفاف تفاقمت من أزمة الغزاويين الذين يلبثون في العراء بجراحهم المفتوحة تحت القصف الصهيوني، حيث يعيش هؤلاء المدنيين اليوم بين النيران الملتهبة والبرق والأمطار الغزيرة. الطفلة في غزة اليوم تغلق عينيها وتتكور على نفسها في خيمتها، وإذا بها تسمع القصف فتخرج لتواجه البرد خوفا منه، حافية القدمين لا تعرف إلى أين تتجه، وهل ستصاب في غارة من الغارات الإجرامية وتلتحق بأطرابها الشهداء الأطفال. وليس ببعيد عن الطفلة يقف رجل ليحمي طفله بكيس بلاستيكي من رياح الشديدة أو من رياح الشديدة، يلفه ويصارع الريح لينجيه من الأمطار وكذلك ليبعده عن هذا القصف. وكذلك نشوفه يبدأ خايف حتى على الكيس، لعله يحتاج في يوم من الأيام لطفله الآخر. الشخص في غزة لا يستطيع حتى التنقل الآن بسبب انغلاق الشوارع التي أغرقتها الأمطار وأغرقت الجثث مع واللي تثبت واللي باش تتسبب ايضا فيما بعد في انتشار الامراض والاوبئه. نحكي لك خاصه على العباد اللي نزحت الى الجنوب، والى يومنا هذا الاحتلال يستهدف كل من ينزح الى الجنوب بالرغم ان يطلب منهم النزوح الى الجنوب. والاحتلال يستهدف ايضا ملاجئ الأونروا اللي لم تعد تتحمل الاعداد الفلكيه للنازحين اللي تجاوزوا قدرتها الاستيعابيه. نراه زاد بوادر للعجز في إدارة الصرف الصحي خاصة بعد الفيضانات، وكشهادة حية على كلامي قالت إحدى السيدات، وتواصلت أيضا مع إحدى السيدات في غزة، قالت لك مياه الأمطار تسللت في كل مكان وجعلت السقف يهوي علينا ليلا مع معاناتنا من عدم وجود لا أكل ولا شراب، وأغلب الموجودين يعانون من مشاكل صحية، مع العلم أنه حتى الماء كل شخص عنده الحق في 3 إترات ماء فقط يوميا. ثم يعني معاناة أخرى لم يتطرق إليها العديد أختي عفاف هي معاناة النساء. يعني معاناة النساء أنا نراها تعب أكثر، يعني نراها ربما موجع أكثر من الرجل. الرجل يعني خلق صم يمكن أن يتحمل، والنساء يعني هم نعرف نحن كائن لطيف. النساء لا يستطيع لا تستطيع المرأة أن تتحمل هذا، وخاصة لو كانت حامل يعني. المرأة الفلسطينية تعيش واقع مرير في قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب على القطاع، خصوصا بعدما اضطرت إلى مغادرة مكان سكنها بحثا عن الأمان تحديدا. عجز في توفير الفوط الصحية لهن، ورفضت مع برشا من النازحات وقالوا لي هذه النقاط واشتكوا من هذه النقاط. النساء في قطاع غزة يعانين من كوارث صحية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهن، نقص شديد في أدوات ووسائل العناية بالنظافة الشخصية. بالنسبة للنساء الحوامل يمنع بعضهن من الوصول للمستشفيات للولادة، وتم أيضا منع امرأة مؤخرا من الدخول لمستشفى فماتت، كانت ماشية باش تولد منعتها قوات الاحتلال وماتت. عدم توفر رقابة صحية لهن ولحملهن، هناك نساء يلدن في الخيام والشوارع بطرق تقليدية. تخيلي نحن نتوا نعيش على مشارف سنة 2024، يعني قمة الحضارة والتطور، نشوف نساء في غزة يلدن بطرق تقليدية ربما حتى في عهد الاستعمار الفرنسي بتونس لم يحدث في المستشفيات أعتقد اللي عملتها فرنسا يعني فحتى في قمة الأزمات لم نعش هذه الأزمات من قبل. نقص في مسكنات الألم
وتم زاد يعني العمليات أصبحت تقام أو تنجز بدون أي مسكنات الألم. نحن نحكيه على 50,000 امرأة حامل تأثرت بهذا الصراع وحرمت الكثير من الحوامل البلاد الآمنة. لم يعد هناك أي منطقة آمنة وفيها أبسط مقومات العيش للأسف. سؤال عمر، يعني شفنا قوافل وهو بعثوا برشا مواد صحية وبعثوا المساعدات، شفنا بواخر، شفنا خطوط جوية فتحت الحقيقة معناها ومشكورين، دول عربية كثيرة جدا الناس الكل بعثت. معناها نفهم من كلامك وأنه حتى التدفق متاع المساعدات اليوم قاعد يوصل بنسبة ضئيلة جدا. وحسب اتصالي الأخير مع صديقي في معبر رفح قال لي ما بين 40 و50 شاحنة قد تمر يوميا حسب ما قاله هو، يعني هو غير كيف. ولكن الحاجة اللي نعرفوها الناس الكل واللي هو قالها لي أن يتم تفتيش هذه المساعدات ويتم حجز العديد من الأدوية من قبل قوات الاحتلال. يعني نرى اليوم أن قوات الاحتلال تتسول وتأخذ وتسرق كل ما يمر إلى مدينة غزة، خاصة فما هناك مناطق لا يمكن للشاحنات أيضا الوصول إليها. تخيل المناطق معزولة. مناطق معزولة. أنا كلمت يعني قبل أسبوعين تقريبا مسؤول في الصحة في غزة، قال لي نحن نعانيه من نقص شديد في الوقود، نعانيه من عدم توفر الأجهزة اللي هي الأجهزة الكهربائية اللي تشغل الآلات المولدات زاد الكهربائية للمستشفيات. نعم عمر، خلينا نزيد ونقدموا شوية لأنه فما برشا معلومات نحبوا ناخذوهم منك اليوم. البارح شفنا جيش الاحتلال بنيران صديقة قتل أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ. ماذا بي تعطيني بالضبط بالتفاصيل شنو اللي صار، وهل هذا يزيد الضغط على قوات الاحتلال باش تخفف من أطلاق النار العشوائي حتى للناس اللي حاملة الراية البيضاء؟ أنا باش نبدالك كما قلت بصيغة الهرم المقلوب. قبل أمس خرجت العديد من المظاهرات في العاصمة الصهيونية تل أبيب تطالب بإبرام صفقة دعينا نعتبرها تبادل أسرى أو صفقة كوت السلام، يعني زي الصفقة، يعني مثل الصفقة الأولى التي أو الهدنة الأولى التي حدثت مؤخرا، وذلك يعني لأنه قبل يومين عثرت قوات الاحتلال على مبنى كتب عليه أنقذوا 3 رهائن SOS باللغة العبرية على بعد مئات الأمتار من مكان الحادث وفقا لما أوردته الصحف الإسرائيلية. طبعا نقول أن المصدر هنا هي الصحف الإسرائيلية، هذا قبل ما يتم قتل 3 أسرى بنيران صديقة حسب ما قالته يعني المصادر العبرية. غادر المختطفون 3 مبنى يبعد 10 أمتار عن المبنى الذي توجد فيه قوة من الجيش الاحتلال. عندها شاهدهم جندي وهم يخرجون من المبنى دون قمصان ويحملون عصا بقطعة قماش بيضاء هي الراية البيضاء، ونعرف أنه علم أبيض وفقا لتعليمات إطلاق النار يمنع إطلاق النار عليهم لأنه هذا يعتبر جريمة حرب. اعتبر الجندي أن المختطفين 3 يشكلون تهديد. تخيل يعني قمة الجبن أن قوات الاحتلال تخاف من 3 أشخاص يعني تقريبا شبه عورات لا يملكون لا سلاح ولا أي شيء، يعني هم مدنيون في النهاية. فقمة الجبن أنها تخشاهم وتخاف منهم. وصاح برفاقه إرهابيون وبدأ بإطلاق النار تجاههم وفقا لإعلام العبري بطبيعة الحال. قتل 2 على الفور، أول ما أطلقوا النار ماتوا 2 على البلاصة، وهرب 3 مصاب إلى داخل المبنى الذي خرج منه ورفاقه يعني مرة أخرى. توقفت إطلاق النار وبدأت الرهينة المصابة بالصراخ من داخل المخبأ بتاعه وقعد ينادي أنقذوني أنقذوني باللغة العبرية في هذا الحال. وقت اللي يسمع أو تسمع الصراخ بتاع الشخص الثالث، القائد العسكري هو برتبة رائد الأوامر أعطى أوامر بوقف إطلاق النار. خرج الأسير الجريح يعني مطمئنا في باله باش يتم اخذه من قبل العساكر، فعالجه جندي اخر كيف عالجه باطلاق النار عليه وارداه قتيلا مخالفا بذلك اوامر قائد المدينه. يعني حتى هما في بعضهم ما همش متفاهمين. بعد قتل الرهين بطبيعه الحال دخلت الشكوك
جنود الاحتلال بشأن هوية القتلى، وبعد تم نقلهم لدولة الصهاينة وفحص الجثث وتبين أنهم كانوا أسرى لداء المقاومة في غزة. يعني لخبطة كاملة داخل جنود الاحتلال، ما يعرفوش من الصديق ومن العدو ومن يتبعهم ومن لا يتبعهم. واضح، شكرا لك عمر العابد على كل هذه التفاصيل. مهم أن نعرف كيفاش صارت العملية هذه، ومهم خاصة وأن نفهم كيفاش عايشين أهالي غزة في هذه الظروف بعد تهجيم البنايات والديار وكل المرافق الحياتية اللي موجودة مع دخول فصل الشتاء، مع الأمطار، مع بعض الفيضانات. شفنا صور الحقيقة، ربي معاهم إن شاء الله وربي يقويهم. دخول المساعدات قاعدة تدخل بطريقة قليلة جدا، فما مناطق معزولة كما أكد لنا عمر العابد اللي ما يوصل لها حتى شيء. اليوم الأكيد وأنه ما عادش فما حتى منطقة آمنة في قطاع غزة، حتى يقولوا لهم توجهوا الجنوب، يتم قصف الجنوب. يعني بين بالكاشف وأنه اليوم احنا أمام خلينا نقولوا محرقة، مش محرقة والغزة الكل كيف كيف، كما الشمال كما الجنوب، وكما المدارس متاع لونروا ولا ماهمش متاع لونروا، الكنيسيات ديجا ضربوهم، كل الأطباء صحفيين ناشطين جمعية، الناس كل اليوم تحت القصف، وما عندهم حتى استراتيجية عسكرية. معناها بخلاف خوف الجنود، كما الفيديو اللي ريناها البارح نتاع جندي يلقى حفرة في الكيس في القاعة، معناها يضرب في الحفرة ويرعش بكله وطيش فيها كعبة جرناد. ما نعرفش كان هذوما جنود مدربين ولا لا، همة ولا ميثاق ولا تدريب ولا حتى شيء. الحقيقة والله قد ما نسمع وربي يخفف على أخواتنا في غزة، أما هلا جيش الصهيوني هذا كيفاش غلب الدول العربية قبل، الحقيقة والله حاجة غريبة.